السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. برز الدولي الجزائري ولاعب نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني فيرشي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري المجموعات لدور المؤتمر الأوروبي. وقدم متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري فيرشي بمستوى رائع رفقة فريقه، حيث ساهم بفوز فريقه فرانكفورت على نادي هيلينسكي الفنلندي بمنحه تمريرتين حاسمتين في المباراة. وانتهت المباراة بتفوق رفقاء الجزائري فيرشي بنتيجة عارضة 6-0. وإليكم التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.